تقريبا الساعة 3 إلا ربع بمنتصف الليل تفاجأنا إنه في أصوات على مدخل باب العمارة، إنه في صوت كان انفجار. حاولنا إنه من الشباك نشوف إنه في، هل يعني في جيش ولا في أجهزة، شو في يعني. ما كان مبين إشي على الشارع الرئيسي إنه أمام العمارة. بعد شوي الصوت يعني غاب فترة، وبعد شوي صار جوا العمارة، انه في كل شوي صوت باب عم ينفتح باب عم يتفجر، لحد ما يعني من بعيد شفت جندي فتأكدنا انه جيش اسرائيلي، لانه كان عندنا دائما السؤال يعني اللي اعتادين خلال هاي السنوات نتيجة سياسة الباب الدوار، احنا عندنا دائما السؤال انه مين يعني، الاحتلال ولا الاجهزة الامنية. فكله تم اقتحام وتم تفجير هاي البيوت لحد ما وصلوا لعنا هون على الباب البيت، انه بدنا يفتح لهم يعني، الا انهم حكوا له ارجع لورا ودخلوا يعني بس فجروا الباب. وكمان اول ما دخلوا يعني بطريقه يعني وحشيه، والدي مسكوه اخذوه على جهه، احنا انا وخواتي اخذونا على غرفه، ووالدتي كانت غرفه لحالها. وما كان في بالعاده بيكون كابتن او حدا جندي يعني يحكي شو فيه، او فقط ما كانوا يحكوا معنا ولا مع اي حدا، كل حدا قسمونا بالغرف. وانا بالغرفه كان عندي جنديين، وانا في هاي الغرفه انه صاروا يسالوني انتم مين هون عايش معكم بالعماره، حكيت له احنا انا يعني والدي واخواني واخواتي يعني اللي معنا. بعدها صار يسالني انه مين شو اسماءكم. لا بعد بشوي انه والدتي تعبت راح اجى ناداني عشان اروح عند امي، فوقتها بيسالني هو احمد كم له غايب عنكم. يعني استغربت السؤال لانه احنا اساسا مش عارفين سبب كل هالاقتحام يعني، الا انه جاوبته يعني للجندي. حكيت له له احمد يعني تقريبا شهرين، له اليوم 62 يوم وهو ملاحق من قبل الاجهزه الامنيه. فكانت هون الصدمه، انتوا قوات الاحتلال ليش بتسال عن احمد؟ امي صحتني حكت لي نوح الجيش اجوا، يعني انا فكرت يعني تمزح بس طلع عن جد اجوا الجيش. قمت طبعا متوتر وخايف يعني، بعدين ضليت يعني نستنى عبين ما يجوا مجهزين حالنا. خبطوا في الباب بعدين ما طبلوا، بعدين فتحوا في الماكنة اللي تاعت الابواب اللي بتفجر، بعدين نكزوا ضلوا داخلين على السريع. وبعدين حكوا ممنوع تتحركوا ولا صوتوا، وحشرونا في الغرفة. أبوي حطوا على زاوية ما سمعتش عش كانوا يحكوا له. هو بيأثر على دراستي لأن يوم تيجوا الجيش فاضل وقت، فأنا بطول في النوم وبكونش مصحصح، فغبت عن المدرسة يومين.